الحين نبدأ رحلتنا مع الـ ADHD ومع الدكتورة كارين. أهلا وسهلا فيك دكتور كارين بخعازي ضيفتنا لليوم، حضرتك أخصائية نفسية وحتساعدينا نفهم أكثر على الـ ADHD وعلاجه. رح بلش أنا بالسؤال، كأم عطول بتسأل إذا الولد عنده زيادة حركة أو نشاط أو هايبر أكتيف، كيف بتميزي بين أنه يكون فعلا عنده هيدا التشخيص الطبي ولا هو بس عنده حركة زايدة؟ هلا أول شيء لازم نعرف عن الـ ADHD شو هو. So it's attention deficit hyperactivity disorder، هو إفراط بالحركة وكمان ممكن يكون صعوبة بالتركيز. إجمالاً هيدا التشخيص بيبين على 6 إلى 12 سنة، لأنه أكتر شيء بيبين لما بيبلشوا عم بيروحوا على المدرسة، لأنه ببلشوا مثلاً يضيعوا أغراضهم، ببلشوا ما فيهم يقعدوا بالصف فترة طويلة، ما فيهم يركزوا، بيلتهوا كتير بسرعة، بيشردوا. فلما نبلش الأهل أو المعلمة بالمدرسة تلاحظ أنه هالولد ما كتير عم بينتبه أو ما كتير عم بيركز أو ما بيسمع بالصف، هون في هول الريد فلاجز. يعني هي مش بس قصة زيادة حركة، هيدا يمكن لازم يفهموا الناس، هي كمان تكون مع إلى حد ما نسبة معينة من عدم التركيز. مش ضروري فيكون زيادة حركة، يعني هو يا إما زيادة حركة يا إنه عدم تركيز يا إنه الاثنين سوا. بس زيادة حركة بده يكون عن جد، يعني الولد ما في يقعد بضل لقطته أمه، متهور، ممكن يقطع الطريق بلا ما يطلع، ممكن يوقع شيء هو وماشي، بيبين كثير هايبر اكتيف وكل الوقت، يمكن مش كل الوقت ما بيوقف. ودكتوره يعني تقدرين تفرقين، ترى احنا بعد في بعض الاولاد اصلا هم بروحهم ما شاء الله عليهم يعني حركيين ويتحركون من مكان لمكان، وانا واحد منهم لما كنت صغير ما بين لا روضوني بعدين. بالعكس هيدي فكره منيحه كمان الأهل يشوفوا أنه الشخص اللي عنده ADHD في يكبر، ما عندي ADHD ويصير طبيب صرت خلاص مو مشكلة. لكن لا، كيف نقدر احنا نفرق بينهم، يعني ما بين الشيطان العادية والحركة المفرطة هاي وبين الشخص اللي عنده ADHD، ولا متى نروح مثل أقول لا لازم هالشخص هذا يشوف مختص مثلك أنت؟ هلا الأهل يمكن بيشتكوا أنه كتير الولد شيطان وما بيلحقوا عليه، ما فيهم يلقطوه، ما فيهم يحكوا معه، ما فيهم، بضلوا بيشرد وبينسى أغراضه بالبيت، بيضيع أقلامه، ما بيعمل هومورك تبعه على الوقت، بيأجل الأشياء. في كتير أهل بيفكروا مثلا أنه إذا ابني أو بنتي عندها ADHD يعني عندها مشكلة بالذكاء أو عنده مشكلة بالذكاء، ما خصهم ببعضهم. في واحد يكون كتير ذكي بس عنده ADHD، ولأنه عنده ADHD ممكن هالشيء يأثر له على علاماته لأنه ما جلده يقعد ويركز. دكتورة في عوامل معينة تخلي الشخص يكون أكثر عرضة أن ينصاب بالADHD؟ ما في دراسات برهنت 100% من وين بيجي، بس أنه منعرف نحن أنه منتعلق هالشيء بالجينز. منعرف كمان أنه يعني المرأة الحبلة إذا كانت عم بتدخن أو عم تشرب ممكن هذا الشيء يأثر، إذا خلفت قبل بوقتها كمان ممكن هذا الشيء يأثر. بس اللي بنعرفه إنه بالـ ADHD الدوبامين ليفل بالدماغ بيكون واطي أو ديسريجوليتد، منه مرجلش، منتظم، فمشان هيك بنلتجئ للأدوية اللي هن ستيمولنس مشان نعلي ليفل تبع الدوبامين. هل كل ولد عنده ADHD رح يضطر ياخذ دواء ولا في ليفلز؟ لا مش ضروري. هلا الاهل كمان بيخافوا لانه يعني بتقولي لهم بده ياخذ بياخذوا دواء، يعتبروا انه بده يتعود عليه ويطول عليه، لانه في يتعود عليه وهو ستيمولنت يعني. بس لا في اذا كان سيفير اكيد، لانه نحن بنشجع ساعتها الاهل انه يعطوا الدواء لاولادهم مثلا بالخمس ايام اللي بيروحوا فيهم على المدرسه ويوقفوا بالويكند، يعني تما يكون في بس تنتاكد انه بظرف هول الست سبع ساعات اللي هن فيهم بالصف فيهم يركزوا. اذا هيك بدك تعطي كم نصيحه لاهل عندهم هلا ولد عم بيعاني من هيدا الموضوع، هيك نصائح براكتيكال يوميه، شو ممكن تقولي؟ انه كثير مهم انه ما كثير يقعدوا على الايباد وعلى كل شيء الكترونيك. هلا بعرف بهالوضع منا شغلة هينة، بس هيدا كمان إذا حدا عنده ADHD بيصير عنده ADHD أكتر بتزيد. أكتر شيء نخليهم يعملوا activity outdoors مشان الحركة، وأكيد يشوفوا معالج نفسي لحتى يساعدهم شوي بالسلوك.
كمان شيء كثير بيسالوه هو هل فعلا اكل السكاكر والحلويات ارتفاع السكر بجسم الشخص هل عن جد بيخلي الولد يكون اكتف اكثر؟ هلا كثير ناس بتتفادى هالشيء. ايه بس مش معناته انه هو بيعمل هالشيء، بس اذا حدا عنده اي دي اتش دي بنجرب انه ما يكون في شيء ستيمولنت. اوكي يعني هي كمان من الاشياء اللي بتفادوها. مزبوط خاصه بالليل. دكتوره بما ان البروفيسوره ريا شخصت اني انا عندي كان اي دي اتش دي لما كنت صغير وما شاء الله عليه صرت طبيب. زين صحيح ما شاء الله عليك. مع ان انا ما فيني اي دي اتش دي، لكن شو يعني شو اللي يصير اصلا لما الشخص يكبر اذا كان عنده مثل اي دي اتش دي؟ هلا نحن من اللي بنعرفه انه اي دي اتش دي هو ديس اوردر تبع الاطفال، بس اكشولي لا ممكن يحصل عند الكبار. مع الوقت بصير احسن احسن، لانه اذا واحد عنده افراط بالحركه هو وصغير لما يكبر ما راح يركض وينط على الحيطان مثل ما بيعملوا، سو بيروق شوي اكثر، وبعدين بيكون عارف يمكن يكون عارف شو بيه، وفي مرات بيقدر بيشد على حاله تيركز اكثر، بس عندهم صعوبات اجمالا بالتركيز بالتاجيل باجله كثير، ببلشوا شغله وما بكفوها. العوارض الاي دي اتش دي الادلت غير الاطفال، ممكن يكون عندهم كمان قلق لانه بصيروا يفكروا انه هن عندهم صعوبه انه يعملوا هيك اورجانيزيشن للتاسكس تبعولهم، فبيعتلوا هم انه اذا طلب منهم شيء ممكن ما يقدروا يسلموه على الوقت او ممكن ما يعملوه مزبوط، او فهذا بصير عندهم نوع من القلق، ممكن يصير عندهم نوع من الخربطه بالعلاقات الاجتماعيه لانه بصير بغيروا رايهم كثير، بيتاخروا الوقت منه شغله بيقدروا كثير يعني يمشوا عليه.